بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا في الحلقتين اللي فاتت من البرنامج تبعنا برنسبل او اوبرتيف بروجرام كان حكينا عن الاي او برنسبل بليتس اند سكروز فور ذا كونفنشنال اند ذا لوكت. وحكينا في المحاضرة اللي فاتت انه واتس ذا ديفرنس بتوين ذا لوكت اند ذا كونفنشنال. حكينا انه البرنسبل الاساسي تبع اللوكت سكروز انه ذا سكرو از فيكس تو ذا بليت وسموها انجل ستيبل. The screw سموها انجل ستيبل. في الكونفنشنال هاي الهول والسكرو يكون not attached، لكن في اللوكت يكون سكرو attached to the plate وبالتالي يكون عندك درجة انجل ستيبل وفي منه الدرجة بالانجل اوكي انجل ستيبل تمام واضح الامور. فهاي المزايا انه هذا مع الوقت اللوزنج بكون اكثر هون اللوزنج بكون اقل حكينا وبالتالي you can use it for the osteoporotic bone. الشيء الثاني الكت اوت الريسك اوف كت اوت في الانجل ستيبل از ليس لانه هو كونستراكت عامل زي اكسترنال فيكسيتر بس هو انترنال اكسترنال فيكسيتر او انترنال فيكسيتر. الشيء الثالث حكينا انه البيتش بتوين ايتش ثريد يعني ثريد مسافه بيناتهم بتكون عددهم البيتش هذول في السكرو اللي هو ال سي بي بيكون اكثر من الموجودات في الكونفشنال سكرو. الريسك اوف لوزينج اقل يو كان يوز ات فور اوستيوبوروتيك بون. الكونستراكت از مور ستيبل يو كان يوز ات فور بون جراف يو كان يوز ات فور بريدجينج لما ترى عندك كومينيوشن واحده من الانديكيشن تبعه يوز بريدجينج بليت وبالتالي يور تشويس تو يوز ال سي بي از ذا بيست تشويس لانه مور ستيبل كونستراكت. طبعا المور ادفانس تكنولوجي تبعت الاي او انه عملوا بسموه كومبي هول كومبي بليت. كومبي بليت هو عباره عن كومبينيشن بين ذا كونفشنال اند ذا لوكت. وبالتالي مشان هيك معظم البراغي اللي بتشوفهم في الاي او الهاي الجديده كلها بسموها كومبي هول كومبينيشن هول. بتلاقي واحد فيهم ثريد واحد بتلاقي ايش كونفنشنال. فانت عندك الخيارين اما تستخدم كونفنشنال او تستخدم لوكت تمام. الان احنا ان شاء الله حيصير عندنا البراكتيكال على اللي احنا اخذناه. بس في شغله واحده في حاله لما يكون احنا نستخدم الكونفنشنال حكينا انه الزاويه انا الان البرغي هذا بقدر اميله هيك واميله هيك بزاويه 25 درجه بس لما صار في عندي كومبي هول لانه الهول صار اوسع وبالتالي بقدر اميل بدرجه 40. نفس الشيء اليمين واليسار هيك التو ويز اوكي رايت صار هون كان 7 درجات هون صار اكثر وبالتالي انت لما يكون في عندك لوكت اللي بارية بالانجل يو كان يوز اب تو 14 ديجري تقدر انت تغير الزاوية يمين يسار خصوصا إذا كان عندك برع كده. الال سي بي من البليتات اللي هي كمان انديكيشن تبعها فور بيري ارتيكولار فراكشر. بيري ارتيكولار يعني ايش؟ تستخدم فور ديستال راديوس ديستال البو بروكسيمال هيومرس. الشغله الثانيه يو كان يوز ات فور بيري بوستيك فراكشر اذا واحد عنده فراكشر في الهيب فراكشر في الشولدر ارثروبلاستي او في الني يو كان يوز الال سي بي. هاي تقريبا الانديكيشن تبعت ال سي بي ويو كان يوز ات ذا سيم از انديكيشنز فور ذا كونفنشنال حكينا عنهم از باتريس بليت وبريدجنج بليت ونيوترلايزنج بليت لان هو الهول تبعها كومبينيشن. الان ان شاء الله حنعمل براكتس اليوم على تو بونز على سمبل بون اللي هي السبايرال فراكشر ديستال تيبيا وعلى الديستال ريدس فراكشر. يلا هسه لاحظ هون حكينا احنا الكومبينيشن هول في الريجولر لما يكون في عندك الريجولر لوكت زي هذا البليت بكون عندك اللوكت هول واحد
زي هيك شايفينه. الكومبينيشن هول بكون عندك زي حرف 8 هذا وهذا. نفس الشيء كمان موجود هون الكومبينيشن هول زي حرف 8. الالوسنان تمام، الالوسنان لوكت والناعم كونفنشنال. فانت عندك خيار يا تستخدم هذا يا تستخدم هذا تمام. كم هول بدي احط فوق كم هول تحت بيعتمد على بسموها سكرو دنسيتي. فانت يعني هي بتعتمد حسب الفراكشر، بس عاده لو تحسبها ان افريج تقريبا حوالي 70%. يعني ما بتقدر انت قديش تتحكم تحت وتتحكم فوق او تجمعهم مع بعض، يعني سكرو دنسيتي. كل ما انت حطيت براغي كثيره بصير عندك واحدة من المشاكل تبعت اللوكت بليت، ان انت تحط بليت زي هذا هيك وتحشره كل براغي واحد. لما تحشره كل براغي بصير عندك ستريس على المنطقه هاي وبالتالي فيل بريك. فانت لازم تعمل سم سورت اوف بريدجنج زي الاكسترنال فيكسيتر. والبريدجنج بقول القاعده انه انت الدياميتر تبع الفراكشر تضربه في 2، بس اقل شيء بدك تعمل بريدجنج بده يكون عندك 2 تو 3 هولز حتى يكون في عندك مجال للبليت يعمل مايكرو موشن. وحكينا من هون لو تطلعوا هذا مخصر، هذا بسموه لو كونتاكت. اللو كونتاكت على اساس يقلل بلد سبلاي. هذا البليت ما في لو كونتاكت، طلعوا ناعم تمام. هذا لما انا احطه على البون واكبسه بزياده حيعمل دمج للبلد سبلاي، بس هذا لما انا احطه على البون لو انا حطيته على القلم زي هيك طلعوا هون في مسافة هون مسافة هون مسافة هون، هاي بتسمح للبلد سبلاي. الشغلة الثانية اللوكت بليت لما انت تحطه زي هيك، لما تحطه زي هيك شايف علي، ما في داعي انه يكون ضاغط على البون. يعني هو كونه لوكت ممكن يكون مسافة بينه وبين البون وبضله ستيبل لانه بيشتغل زي الاكسترنال فيكسيتر تمام. يلا هسه الان تعال يا قيسي حط لنا الان عندك هذا فراكشر، انت الان دخلت على عملية وعندك سبارال فراكشر زي هذا او شورت بليك ديستال تيبيا بدك تحط له بليت. هاي عندك التولز، اطلب مني انا الممرض بدي اساعدك. يلا سوي لي شغل يلا كيف بدك تسوي؟ يلا مين بدي هو مين بدي يشتغل؟ تعال بدي اشتغل معك. يلا انا بدي اطلبوا مني انا بساعدكم، انا الممرض معك. ايش بدك؟ انا الممرض تبعك احكي. اول شيء في فراكشر نشوف اول شيء مكانه ديستال تيبيا فراكشر، وش نعمل ريدكشن تمام. وين الكلام؟ ريدكشن كلام. شو بدك اطلب؟ ريدكشن كلام. تفضل بدك تعمل ريدكشن كلام. تفضل. هذا الكروكودايل. تجيب البنديكر على بالضبط معك. تستخدم تول ثانية، هاي تول ثانية إذا بدك. بوينتد. هاي بوينت. هذا كده هاي بوينت. هذا بون هولدينج. بس ما كنت أنت. لا. أيوه. هيك بس أنت مسك هذا. أنت مسكه هيك. تمسكه بالطريقة هاي بحيث إنه يكون في عندك بوينت أب بوينت داون. طيب لا من الريدكشن والفراكشر. طيب هسه الان صار كويس. صار كويس كان. طيب هسه الان ايهاب شو بدك تسوي الان بعد ما عملت الريدكشن والفراكشر؟ ممكن لاج سكرو. تحط لاج سكرو ممكن، هاي خيار. خيار ثاني، خيار ثاني بدنا نعمل ريدكشن، ممكن نحط كي وايرز اول شيء مثلا. ممكن احط كي واير مشان يمسك الفراكشر. خيار ثالث، طب اللاج سكرو عندك خيار ثاني تحطه لحاله او تحطه مع شيء ثاني؟ بحطه مع 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 شو اسمه؟ مع البليت. مع البليت. يعني انت في عندك خيار اما تحط اللاج سكرو الان او تحطه لاج سكرو ثرو ذا بليت. طب كم عدد سكروز بدك تستخدمهم للفراكشر زي هذا؟ قديش طوله؟ يعتبر 3 4 5 8. عادة قديش بدك سكروز اب اند سكروز داون؟
في الكونفنشنال 2-2. كم كورتيسز في التيبيا؟ 4. بدك اتليست 4 سكروز فوق، يعني 8 كورتيسز اب اند 8 كورتيسز داون اذا قدرت. الان في انت عندك الان انتر لاج سكرو، وهذا سكرو بتحسبه معهم لان انت هذا من داخل من ضمن السيستم. طيب الان كيف تحط بليت هون؟ الان بدك تستخدم ايش، لاج سكرو ولا لاج سكرو ثرو ذا بليت؟ بليت ثرو ذا بليت. طيب الان كيف تعمل بوزيشن البليت؟ بليت بلاقه عندك هاي. اذا انت بدك تحط لاج سكرو ثرو ذا بليت لازم يكون البليت بدك تحطه بطريقه متوازنه. ليش متوازنه؟ عشان يعني تحسب انت بدك تحسب انت وين بدك تحط اللاج سكرو هيك. بس عندك هذا الفراكشر عرفت هي، فانت الان بدك تحط مثلا 90 درجه من هون صح ولا فالان بدك انت تحط هذا السكرو بحيث انه يجي 90 درجه على الفراكشر سايد. حطيته هون هابي. طيب يلا شوف كيف بدك تثبته، شو الادوات التول اللي بدك تثبت فيها البليت تو ذا بون؟ بدك شو اسمه هذا الجهاز؟ ليش اسمه بليت هولدر او بير بروغي؟ اوكي كيف بدك تحطه هيك او تحطه هيك؟ لا هيك. هذا للبليت وهذا. ايوه تيجي جوات. ايوه لا انت هيك بتزعلك. لا لازم يكون بدك يكون هذا ماسك على البليت. يلا دقيقة شوي فلت من هون. ايه احسن الثاني يحطها دستلي. طيب شو اول شغلة بدك تحط؟ عشان نحفر بدك تعمل كومبريشن هسه؟ بدك تعمل اكزي كومبريشن؟ بدك تعمل اكزي كومبريشن؟ تعمل كذا بدك تعمل اكزي كومبريشن. يو ستارت وذ ذا ديستال بارت، يو ستارت وذ ذا بروكسيمال بارت. ديستال بارت. ديستال بارت ليش انت حمد ستارت وذ ديستال بارت بروكسيمال بارت؟ هو اللي عليه حركه اكثر. ايه راح يكون عليه حركه اكثر من بلش فيه اول. تعال يا عبود الان انت يو ستارت وذ ذا بروكسيمال بارت وذ ديستال بارت. بدك تعمل الان احنا بنطبق البرنسيبل اوف axial compression. You start with the proximal part or the distal part. هسه بدنا نعمل axial compression وهاي على ال proximal part. ليش؟ عشان عشان ثابته وهذيك متحركه. بدنا نعمل مايكرو موش انه عشان تحركها على يعني تعمل compression على ال fractured side. يعني بدنا شوية بس نظبطها مش مشكله هسه بتزبط لحالها. فبنبدأ من الديستال بارت عشان تعمل كومبريشن على الـ على البروكسيمال بارت عشان تعمل على الديستال. يعني انت الان بدك الان الثابت البروكسيمال ولا الثابت الديستال؟ الثابت البروكسيمال. ليش؟ لانه هو الماسك في الـ يعني في الـ يعني يعني هو الاكثر عبود. ليش؟ اوبتيوز انجل. ها؟ عشان روتيشن اوبتيوز انجل عشان هاي الانجل. ايوه هتتغير. حكينا احنا الابتيوز اللي هي بتكون مالي اول واحدة لانه احنا بدنا نحشر هاي جوا. انا لو اني ثبتت هاي حديت هون هذه حيصير في ديسبليسمنت. اوكي فانا بثبت اول شيء هاي عشان هاي لما تيجي تحشر تحشر حشر لو الدايركشن تاع الكسر هذا اول شيء ثبت هاي لفوق وهذيك بتيجي بتلاقي شيء دقارة بترس عساس ما تسحلش بزياده لما ثبت لها دايركشن الكسر هيك. الان هذا بليت 3.5 وبدك تبلش انت ايش كونفنشنال ولا لوكت اول شيء؟ لا اول شيء كونفنشنال. كونفنشنال شو الدريل بيت اللي بدك اياها؟ 3.5 بدنا ناخذ 2.8 2.8 بتأيده؟ 3.2 3.2 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 طيب ممتاز. شو بدك ادوات نقني يلا؟ أنا خلص بدنا دريبت وبدنا المزر هاي 2.5 ممتاز. خلص يلا نقلنا شو بدك أدوات؟ ركب خلي ركب ليش بدنا دريبت وبدنا المزر وبدنا ال كمان نحكي وبدنا نجهز السكرو سليف السليف والسكرو
ايش كمان؟ هسه الان انت ركبت دريل حاطه على المود ايش؟ اي مود لازم تحطه؟ لازم على الدريل. لازم تحطه على دريل مود. شغله بالعكس، شوف اثنين شغالات بالعكس اثنين، تأكد انه كله تمام. هسه كيف بدك تعمل دايركشن هون؟ هسه بدنا اياه يكون بيربنتيكولار. بدك اياه ستاتيك اول شيء ولا دايناميك؟ الان يستخدم اني هول، هذا الهول السنتريك ولا الاكسنتريك؟ الاكسنتريك. بدك تعمل اكسنتريك؟ لا سنتريك، عشان بدنا لا سنتريك حكي، عشان بدنا نعمل اكسلو. نعمل وين بدك تحطه؟ على الكونفنشنال. اي سكرو؟ هذا اللي فوق ال. شوف انت الان طلع هاي ما بتدخلش لانه هاي مصممه للبليت العاديات، فانت بدك تستخدم ايش؟ الثاني. هذا الثاني مشان يكون داخل في النص، تمام؟ يلا. طلع ايدك اول شيء، انت هيك معي. هيبر. يلا. الكورتكس ثانية؟ خلاص يلا تفضل. شو بدك هسه؟ سميار. ستة وعشرين. طيب شو بدك كمان؟ البراغي اللي عندنا عاديات مش سلف تابين. بدنا نعمل تابين. طيب يلا سوي تابين. هيك بتعمل تابينج صح اللي عمله؟ بدك تحط اول شيء تابينج صح اللي عمله؟ بدك تحط اول شيء السليب. اول السليب بتحطه هيك مباشره بعدين بتحط، ولا بتحط اول شيء التاب بعدين السليب؟ يعني بتحط هيك تعمل هيك؟ لا اول شيء، ولا بدك تحط اول شيء الراس تبعه ولا تحط؟ لا اول شيء الراس. ليش؟ لانه له تب صح ولا؟ هاي لازم اول شيء شايفها هاي تدخل في الهول. هاي دخلت في الهول. اما اذا دخلت السليب بحشر معك. بس تمسك الكورتكس الثانية بتلف كم لفة؟ أربع لفات حسب الكورتكس ديميتر. يعني أربع كل لفة ميلي، يعني اللي هي أربع لفات، يعني أربعة أو ثمان لفات حسب. كل لفة ما هي نص دائرة. بدنا السكرو للسكرو درايفر. صح. السكرو. بعدين هون بدنا نعمل السينك عشان ال. هون لازم تعمل سينك. لا بيعمل سينك. بالعادي. هذاك لا بالعادي. ليش نعمل السنك؟ باللبلات العادية مش بالكمبي. نعم. لحد قديش بتشد؟ بس لما توصل. لا بس توصل. بس لحد ما تشس انه خلاص. بس لما توصل على ال. يعني انت الان لحد بتخليه راخي ولا بتشده؟ لا نخليه شوي عشان لما نعمل الثاني. شده ولا نخليه راخي؟ لا خليه راخي. خليه راخي شوي يعني بس سنتين. شد خيارات. هلا هذا انت ما انت ما حطيته اكسنتريك، هذا سنتروسنتريك. بتشد سنتريك. لو انه اكسنتريك معقول، بس هذا سنتريك. شده لحد قديش بتشد؟ لحد ما يفرك. لا بس ما بجيب هذا مش تورك. هذا ممكن بده تورك. هذا لا هذا انت تورك ايدك. هذا خلاص اي شدناه. يلا تعال يا حميد. هسه شو بدك تحط؟ رقم اثنين. رقم اثنين بدنا نحط
حلو نحط ال شو اسمه تحط اللاج سكرو ولا بتحط ال الاكسل كومبريشن بحط اللاج سكرو حط لاج سكرو يا هذا يا هذا لا اول اكسل بنبلش بالستبس بدل الستبس نبلش باللاج سكرو اذا انت بدك تعمل اكسل كومبريشن ما بتحط لاج سكرو احنا عندنا اوبليك فراكشر اذا عندنا سبايرال فراكشر وبدنا نعمل احنا كونفنشنال بتحط اول شيء عندك خيارين ستاتيك يا اما بتحط اول شيء اللاج سكرو تحط البليت اوكي او بتحط لاج سكرو ثرو ذا بليت ايهاب اختار انه يحط لاج سكرو ثرو ذا بليت فمعناته هي خطوات نمبر 1 قلنا هذا هسه نمبر 2 اللاج ولا نمبر 2 العادي اكسنتريك هسه اذا حطيت اللاج انت عملت كومبريشن خلص ما في داعي انك تعمل كومبريشن كمان مره او بتحط أو هذا او بتثبت البليت على اساس انهم بس انت عندك فراكشر هلا هذا كومبريشن ثرو ذا بليت عندك فراكشر فاتح اوكي زي هيك وانت الان عملت اللاج كبسته زي هون بس ما عملت كومبريشن اكزيل كومبريشن فانت الان بدك اكزيل كومبريشن بعدين تعمل اللاج بيظبط الكومبريشن فبالتالي اول شيء الاكزيل كومبريشن فيرست لين انت حطيت اللاج اول بعدين حطيت اللاج بخرب لك اللاج بالضبط مع الاكزيل كومبريشن بزيح اللاج شيء ها علي شيء فاضي فوين بدك تحطه الان تحطه هون هسه الان هون اللاج مش قلنا هون هون بدك تحطه انت لسه بالضبط هون هون طيب يلا شو بدك هسه علي دريل بيت بدنا نحط 3.5 دريل بيت 3.5 لا لا دريل بيت قد ايش 2.5 2.5 يلا 2.8 بده اكسنتريك بس احنا ما نستخدم كونفنشنال يا شباب كونفنشنال دي وين بدك تحطوا هذا بدك تحطوا هذا حطنا سنتريك هذا بدك تحطوا فار هيك على الجنب قدر الامكان بدك تروح على الجنب تمام يعني تكون ملزق في البليت تمام يلا شو الخطوه الثانيه ميجر تفضل صح حكيم مع الاكسل كومبريشن راح يتغير مكان الهول ما حيزبط اصلا الهول هذا احنا محفور من قبل بس هسه بنحفر واحد جديد صح طلع بس بالسليف هذا بيقدر الواحد يتحكم يحط اكسنتريك وسنتريك المفروض هذا الواحد يتحكم فيه هو هذا الكومبي هول 28 ايه قديش 28 طيب 28 شو الحال الان السكروز اللي عندنا مش سلف تابن شو بدك شو بدك تسوي اول شيء نعمل تابن يلا اعمل تابن انت سوي اعمل تابن لازم تكبس الان بدك تعمل تابن في ايش 3.5 شو بدك تسوي وشي دخل هاي دخلها في الهول بعدين بحط على هاي بالضبط لا في بيجي يونيفرسال اذا انت حطيته حط بيطلع ما تفك بس بس هاي ما فيها معناته لو عندنا اياها كان استخدمناها بس احنا عندنا ممكن تحصلها هون مش عارف وين موجوده بس يعني يونيفرسال بسموها يونيفرسال في هذه بس مش موجوده مع اللارج فراجمنت يعني بس تقريبا نفس الفكره يعني نفس هاي الفكره امبارح المره فاتت كانت موجوده وين راحت اللي وجهها الهيد الثاني شوف في عندهم عدتين هاي المره فاتت كانت انت بس تحس انك مسكت الكورتكس الثانيه انت اول كورتكس تحفرها بقوه بعدين بتحس انه صار راخي بعدين بتحس في مقاومه من اول ما تحس المقاومه لف حسب بالكورتكس ديامتر قديش هي 2 ل 4 كل لفه بتعمل لك برغي فانت بتلف تقريبا من 4 ل 8 لفات لانه كل لفه نص يلا لفه نص يريدك برونيترز تخلي برونيترز يلا استنى شوي هسه الان بنشوف كيف عملية الموفمنت يلا هسه الان بشيل
نجي خلنا أرخي لك هذا عشان يلا شد ولا شيك بالصح. نعم نعم. في هاي اللحظة you can use اللي هو مشان تشده مع بعض عشان لأن الآن أنت بعده الهليكوبتر رخي شوي بالله أشوف هسه بتقدر أنت تعمل اللي هو الديركشن ضبطه شد بس هسه لاحظوا اني انا في هاي الفتره بعد السعان في عندي هذا موجود لان في عندي one hole up one hole down فبقدر انا adjust the plate بقدر اغيره يمين اغيره يسار زي ما بدي بستخدم هاي الادوات اللي هي bone reduction الكذا لحد ما انا اكون happy with my reduction ان انا كل شيء تمام. الان بدي احط ايش اللاج سكرو. تعال يا ايهاب حطنا اللاج سكرو تبعك اللي انت طلبته. هسه احنا كيف الدايركشن تبعنا تبع اللاج سكرو؟ بيربنديكولار. اول شيء بتحفر ايش في اللاج سكرو؟ نحفر شو اسمه جلايدنج هول ولا بايت 3.5. اول شيء 3.5 بدك اول شيء ريش ايش 3.5 كيف الدايركشن تبعك؟ كيف الدايركشن؟ وين انت وين الهول؟ مش انت اول شيء حطيت البليت بناء على الهول؟ وين الهول بدك تحطه؟ الهول بروكسيمال بدك تحطه. وين الفراكشر سايد؟ هاي الفراكشر سايد. وكيف الدايركشن تبع اللاج بده يكون؟ انت الان بدك تكبس انت تتفرج من عندي هون بدك تكبس هاي الشقفه اهي اهي وبالتالي بدك تحط سكرو بهذا الاتجاه صح؟ صح. بالتالي انت انت مصمم انك تحط هذا الهول صح؟ فهذا الهول اللي هو اللاج سكرو فبده يكون 90 درجة بهاي الاتجاه تمام؟ يلا بدك تحفر أول إشي وبده يكون الدايركشن تبعك كيف؟ هيك احنا قلنا هذا بيعطيك 40 درجة صح؟ شوف كيف الزاوية اللي بعطيك إياها يعني انت بتقدر تعمل هيك 40 بتقدر تعمل هيك 40 تمام؟ وهيك صفر انت بدك إياه صفر ولا مايل؟ مايل مايل. طب يلا بتحفر كورتكس ولا تو كورتكس؟ بحفر 3.5 3.5 كورتكس عشان الكورتكس الثاني بدي احفر اقل المشكله هي مفوره ادخل بس خلص وين روحت خلص بكفي ايوه هسه شو بدك تسوي الان تحفر ايش هسه بدي ب 2.5 2.5 تمام ممتاز عشان تستخدم السليب هذا كيف بدك تحط السليب سليب كيف بدك تحطه مرجين ده حط لي السليب لازم ندخل شفت كيف لازم هذا السليب لانه هذا الجايد تبعك يلا ماشي اذا دخلت انت بدون سليب ممكن تروح دايركشن ثاني بس اطلع شو هسه بدي اعمل ايش مجر كيف المجر بدك تعمله الان انت زاويه صح ولا انت حفرت زاويه صح الان بتعمل على هاي ولا على هذيك يعني هاي تاخذ على القصير ولا على الطويله انت الان عملت حفره وحفره مايله في هاي النقطه وهاي النقطه ففي عندك ميلان مكان اللي فوق ومايله هيك تاخذ الطول اللي فوق الان الهول تبعك مايل انت جاي هيك بهاي الزاويه صح فعندك الان اول ما حفرت هاي وهاي اخر ما حفرت لان هاي جاي ميلان لانك زاويه مايله تاخذ هاي فانت بتاخذ على الاقصر ولا على الاطول على الاقصر هل انت على يعني على اعتبرها سلندريك اللي حكيناها ايوه شرحناها انه بتكون اذا كانت هيك الطول ناخذ من يعني على الاطول ولا على الاقصر الاطول على الاطول طيب الاطول اللي هو مور بروكسيمال من فوق قيس هسه على الاطول شوف قديش الفرق بين الاطول والاقصر بدك تمسك في الكورتكس الثاني مش ماسك في الكورتكس هاي الكورتكس الثاني دخل هسه قديش هاي 30 شوف على الاقصر قديش مثلا انا ما نقيس على الاقصر قديش 28 فرق 2 مل بين الاقصر والاطول وهذا بفرق معاك سن سنين صح ولا قديش بدك الان 30 بدك ما عندنا سلف تابينج شو بدك نعمل سلف تابينج وين بتحطها في 2.5 و 3.5
ليش بثلاثة ونص؟ وين عندك هاي ثلاثة ونص؟ اثنين ونص. وين بتحط سليب؟ ثلاثة ونص. اثنين ونص. تاب اثنين ونص. تاب قديش يا جماعة؟ قديش التاب يعني؟ آه بيكون على الأكبر صح. التاب قديش؟ على الأكبر ثلاثة. التاب ما هو بيعمل التاب لنفس البرنامج. آه بس أنا قصدي الهول الاثنين ونص. بنفس الدايركشن. أول شيء شو حطيت؟ شوف تعايها علق. أول شيء لازم تحط لازم هذا شوف لازم هذا يدخل تتأكد إن أنت عامل مزبوط. لازم هذا إيش يدخل على آخر. يلا لازم يدخل يوصل للكورتكس الأخرانية لأنه أنت حفرت الأولانية ثلاثة ونص. تمام نجهز حاجة كبيرة عشان تسوي اللوكت بس طلع بس الأول خلاص اطلع بس الأول يلا بس انت ممكن تعمل هاي مشان ما تغلبش حالك تعمل هيك اسرع تمام لانه هذا لوز شوف بكل سهوله بيطلع انه هو سكروينج تمام يلا حط لنا هاي كيف اول شيء لازم نحطه اول شيء دفش كيف اول شيء لحد ما توصل الفات كورتكس تمام هسه تعمل كومبريشن تفرج الان كيف الكومبريشن حيصير اسمع كيف لوز لوز لان انت مش ماسك تمام هذا مو سوبون تمام هسه انا الكونستراكت تبعي صار ثابت عندي 1 هول اب 1 هول تان هسه بفك هذول ما فكهم مش خلص بقدر افكهم بس بس لو فكيتهم ممكن يصير يرقص انا بدي افك لكم اياهم اشوف كيف يصير يرقص بس عاده ما بتفكهم الا لما تحط ايش انذر ستيبل سكروز واحد فوق واحد تحت لازم يكون في عندك برغيين في البروكسيمال برغيين في الدستال قبل هذا الحكي تقدر انت تغير هسه انا حفكهم اوجيك كيف انه ممكن الكونستراكت تبعنا يكون شويه انستابيليتي هسه احنا لانه حطينا واحد ثالث هون صار ستيبل بس اذا هذا مش موجود بالضبط بتقدر تغير يمين يسار تمام هسه تعال يا قيسي بدنا نحط لوكت تمام لانه احنا ما استخدم ال سي بي بليد شو ستيبس يلا نرجع الريدكشن من خلاص شلنا خلاص لا استبسه ولا شيء بنحط هذا بسموه ابسولوت ستابيليتي تمام هسه احنا خلصنا اليونت هاي اللي هي كومبريشن يونت بدنا نحط الان لوكت شو ستيبس اوف لوكت بليت نستخدم 3 ونص لوكت بليت لوكت سكرو صح لوكت سكرو شو بدك هسه ستيبس اول شيء بنحط نثبت ال سليف هذه تبعت الكونفشنال وتبعت اللوكت هاي لا تبعت الكونفنشن كونفنشن احنا نحط لوك شو بدك هسه سليف شو السليف بدك اياها هاي اطلب اطلب وقول بدي سليف تبعت اللوك السليف تبعت اللوك طيب هاي سليف تبعت اللوك لازم يكون قديش مكتوب عليها هاي 3 ونص يلا ركبها وين بدك تحط هسه انت مخيم الان احنا ما نحط الفا نحط وين بدك تحطها ممكن ديستال تحطها ديستال ابروكس ما مش هتفرق معك كثير كيف بدك تركبها وين بدك تحطها في اي هول بدك تحطها في هذا الهول الناعم ولا الهول المسنن لا بالمسنن ورجينا المسنن يلا حطها في المسنن هذا وين هو المسنن هذا مسنن طلع عليه باوع زين وين ها هذا المسنن يلا لفها بالمسنن بتأكد انها مسكت تأكد انها ستيبل واذا ما لفت معك شو بتسوي بترجعها لورا بعدين تقدمها لقدام لورا يلا تمام تأكد انها ستيبل طيب يلا هسا شو النكست ستيب شو بدك ريشة شو بدك هسا تأكد ان الريشة تتراكب على الدرل شو بدك هسا اي درل بد شو رقم الدرل بد بدك اياها رقمها نفس الاشي 3.5 3.5 قديش رقم الدرل بد يلا إيهاب قديش السايز تبع درل بد يلا مقطع عليها اوكي 2.5 2.5 2.8 2.8 تأكد اول شيء قديش هاي هي 2.8 2.8 ممتاز ركبها على تفضل يلا تأكد انها هي ثابته كمان ثابته ايوه مثل بيربنديكولار هاي والكورتكس يلا روح طبعا هون بتقدر تعمل مجر هذا فيلو مجر بس خلاص انت صرت طالع اطلع
الآن إذا أنت على كونك ما أخذت مجال شو لازم تسوي؟ لازم تعمل مجال. يلا شيل هذا شو؟ لف لف. لف يلا. شيل هاي. راحت العين. دخل أول إشي جوا. هاي الطويلة. هاي سلايدنج تدخل اول شيء بتكبرها تمام وتاكد انه هذا مشدود لانه اذا هذا مش مشدود بعطيك قياس غلط تدخل هاي على الاخر لحد ما تشبك بعد ما تشبك بس هاي بتدعها دعاء تمام قديش هاي 26 قيسها كمان مره تاكد انه انا صح ولا لا قيس طويله هي 26 تبعت هذا لازم تيهم تبعت هيك لما تعكفه هسا هل سمال فرق عندكم فيها كلي 16 قديش طلع؟ 16 60 هاي لا لا مش هاي طلعنا 16 لانه 16 انت قست هيك هاي 16 قست 1 كورتكس لازم قست 2 كورتكس كمان مرة قيس يا مان نزل خليه يطلع منين ولك شوف 20 كم 20 قيس كمان مره انت ميل هيك لازم صح هلا قيس نزل هذيك التسليب على خير نزل طيب هسه خذ مش عارف 24 كم؟ 24 24؟ اه طيب هاي 24 هسه بدك اياه على دريل بعطيك اياه على دريل بس الدريل بعطيك اياه بدون تورك تمام بدون تورك يلا شو بدك تسوي لما قلت لك بدون تورك شو معناته باول شيء بثبت بخليه بثبته بعدين بخليه لما حكيت له انا بدون تورك شو معناته انه من قبل ما يوصل على البليت بنوقف بدنا يكون التورك لازم نوقف لازم قبل ما توصل اخر شيء مش تروح تحفر وتكسر البرغي شوي شوي بس بهدوء بهدوء لا خد ضلك انجاز شايف لحد هون عشان ما يدخل ما يعني ما توصلش اخر سن تمام هسه شو بدك سكرو درايفر عادي تفضل هاي سكرو درايفر 3/5 دخل طيب هيك انت خلصت ولا في خطوه ثانيه بعديها في خطوة ثانية ولا ما في خطوة ثانية؟ التورك التورك يعني هاي التورك التورك لازم تتأكد انه هذا التورك للثلاثة ونص لانه فيها اربعة ونص وفيها اثنين وسبعة يلا تأكد دائما يا جماعة تأكدوا يعني التمريض على امرات يشد لحد ما تسمع ايش؟ يطرق يطرق سمعت؟ خلاص خلاص هيك تمام يلا هسا مين اللي ما سواش حمايد انت سويت لوكت قبل هالمرة تعال يلا شو هسا ستيبس يلا احكي لي اول شيء انا متاكد انها ايش 3 ونص يلا على السريع ريش ما تاخرنا راح نفطر يلا ها زمان نثبتها نتاكد انها 2.8 دري البيت قديش قديش 2.8 2.8 يلا لازمني دستري بس خلصنا هو شو قديش هون قيس اه كنت قيس بالمجر لا قيس هون هيك قديش هذا هون قديش هون 24 يعني قديش 24 بدك تضيف 8 2 عليه قديش يعني 28 ادخل ادخل يعني 28 طيب اطلع يلا
إذا أنت 24 بدك تاخذ كمان 2 مليمتر أو 4 يعني 28 إلى 30 قيس إذا بدك عشان تتأكد. ها قد إيه؟ واحد ثلاثين. طيب 30 يلا لأنه إحنا قلنا 24 زاد 4 28 هاي 30. هذا بكتسأل أول شيء مع ولا بدون؟ مع ولا بدون؟ هذا بدون تورك. بدون تورك يلا. إذا بدك تسأل تفرج. طب خلاص بكفي يلا. سؤال حكيم، لو بدأت بالتورك من هون أشد من هسه هو يكون هيك طالع هيزبطه ولا مش هيزبطه؟ شو لو بلشت من هسه مع التورك إني أشد بدك تأخذ تورك شد فيه يصير عادي ما في مشكلة مو تورك يلا. بس هو التورك بخلوه آخر شيء يعني بمشيك عليهم تمام. طيب هسه الآن الكونستركت تبعنا ثابت تمام، المريض أكثر من هيك شو بدنا؟ واحد فار واحد فار واثنين نير 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 فار فار. هنا absolute stability وهذولا عملية بسموها protection تمام؟ زي neutralizing يعني function تبع هذا البيت هو neutralizing البيت تقريبا يعني نفس الفكرة، بس هو through the لأنه هنا stable fixation هاي اليونت اللي احنا عملناها stabilization compression هون، وهذا بس بعمل استابيليزيشن. هسه الريموفال اوف ميتال كيف بدك تعمل ريموفال ميتال؟ تعي عبودي ستيبس اوف ميتال ريموفال بنبلش من رخيهم من رخيهم في يعني مواد معين؟ لا ما في. الطريقه اول شيء كيف ترخيهم بال تستخدم باور ولا بتستخدم السكرو درايفر؟ يلا بنبلش اول شيء بما انه صار معي شو اسمه اللوك. رخي هذا، أنا ما استخدم البور، أترخي هذا، أرخي الثاني. بس إذا كان بور، قول اسم رخي. بترخيهم، بتطلع الشن لبرا، بالضبط. الثالث، يلا. الرابع، رخي هذا. وين؟ طيب، خلصنا هيك، هسا. بك سوي وين بك تكبس على اثنين اول شيء على فوق بعد تحت. ايوه اول شيء بتعمل انجيجمنت على اللي فوق، اول شيء بتكبس مع شويه برشر. يعني انت لما تيجي تكبس تعمل بوش عشان يطلع معك مش سحب بوش. اكبس على اللي فوق اول شيء، لازم يكون عامل انجيجمنت كبس. ممتاز يلا يلا هسه اللي بعده اكبس على اللي فوق وراح تحت، لازم يكون ايش انجيجمنت. ايوه بتنتقل تكبس اول شيء فوق ولا تحت؟ فوق ولا شيء الفوق يلا بعدين تحت يلا يلا مع دفش دفش بسيطه دفش بسيطه. ايوه خلاص يلا شيل لنا اللي بعده هذا اللي فوق اول بعدين تحت يعني يلا مع دفش بسيطه يلا نفك البرغي احسن خلاص الماسك وان كورتكس هاي خلاص اوكي تمام. هسه هذا كونكلود هسه كيف بدنا نرجع البراغي محلهم؟ اوكي على المجر. تعال ورجينا كيف تعمل المجر. تعال هون شوف ورجينا في المجر كيف بتعمل المجر. تعال باجي بحط هون على المنطقة هاي، لازم يكون على الاخر لانه الصفر وين؟ هون. هذا قديش حجمه؟ 30. هذا كونفنشنال ولا عادي؟ كونفنشنال لوكت. كونفنشنال وين كونفنشنال؟ هذا ايش؟ لوكت. هذا لوكت. هذا لوكت. وين كونفنشنال؟ هذا 4 ولا 3.5؟ هذا 4. هذا كونفنشنال. هذا كونفنشنال 3.5. قديش قلنا احنا 30؟ الدوران 30 هاي مكانه. تمام؟ يلا اعمل لي انت هاي شوف. لوكت يلا سوينا اللوكت يلا. ما بيجيش هون نفس الشيء ايوه. قد ايش؟ 0 26. وين ال 26 في اللوكت؟ هاي اللوكت
23 هيو يلا تعال يا عبون يا قيسي هي بحط هون تعال يا خذني قديش هذا 26 26 يلا 26 conventional locked هذا هذا locked طلع عليه باوعة زين على conventional conventional هلا بنشوف 26 26 مكانه رجع مكانه يلا عافية يلا يلا يا حميدة 25 لوكت ولا عالية لا لا conventional conventional الكونفنشنال 25 ما فيها 24 هذول لاحظوا انتم كلهم باثنين اثنين اثنين لكن لو في ممكن معلومة انتم ما بتعرفوا بحكي لكم اياها هسا كمل ايش هذا لوكت ولا كونفنشنال لوكت قديش 30 يلا وين 30 على الرقم امشي ايوه ايوه لا 30 وين 30 هذا؟ امشي سرعة وين السرعة؟ هذا هو 30 طيب طلعوا هون كلهم اثنينات صح؟ 10 12 14 16 بعدين بعد ال 40 بصير خمسات صح؟ شفته هون 45 50 لكن لاحظ بالنسبة للأربعة اوكي؟ هذا هذا الكنسلس الأربعة طلع عليه كلهم ايش؟ خمسات صح؟ هسه الان بعد تطلع هنا بعد ال 30 بعد ال 30 35 40 هون بعد ال 40 تمام هون نفس الشيء بعد ال 40 بصير خمسات فانت يعني محكوم بعض امرات بالارقام هاي بيجي ممرض بقول لك والله ما فيش في خمسات بتلاحظوا في العمليات بقول لك ما فيش 46 بقول لك لا في 45 وفي 50 زي هيك تمام احنا الان كونكلود ايفريثينج ايهاب يعطيك العافيه دكتور كتيبه يعطيك العافيه يعطيك العافيه واحدثكم